ما فيهم حد. انا كنت غير الكباريه حومه كامله راهي لازم تعاد وحلين وعاد كذا ديار باش نطلع فما حد في الحومه راحوا هربوا الكل فاميليا كامله ما فيش حتى واحد والله اكثر من طريبون زي عادي الراجل البارح في الكباريه البارح المغرب موجود في الكباريه وكان حكايه العشره بتاع عليه موجود في الكباريه هو وعيسو وصغار اليوم صباح ما ثم حتى حد كل شيء نمشوا غير بلعز يا ملاك عباد عباد يعني بعرف انا قلت وديك وابين وعقيل انا جات صف يا عباد ما جاب الفتر جاب الزز طمعنا صب مليون تتربح 5 ملايين انا المليون ناخذ بيه ما صورش 20000 بس مشيت سلمت والدي وجبت له هو دبر شحال يا ورحان العباد الكل ما الحكومه بتاعت تعبت عراها العباد عراها هذه كلها مساكين هاك الزواله لاباس عليها ما جاي حد هذه شتك مرماجيه دهانه عباد يعني ثم شكون ماخذ قرض يخلص 2020 على 7 سنين يخلصوا في 2020 مسكين شكون يقول شدوا العباد كلام اللي يسمعوا فيه انت قضية عنده حد عنده سمعني شارك معاه انت وشنو باش تعملوا تو شنو خدمة مستني وحدة الحكومة تاخذ قرارات وهي دور الحكومة كيفاه دور الحكومة؟ دور الحكومة تو تجيبه وترجع فلوس العباد تشوف حل ما نعرفش كيفاش يلزم يعطيو حق لازم العباد ترزم قبل كل شيء باش نشوفوا الحكومه في يلزم قبل القانون لازم نعرف ايش حقوق واحد وقلت اخر مره ويزي في البركه اخر كو صورتها اخويا صبيتها من لهنا السيد هبط حكايه البنك سنترال وسمعنا به موقوف من العباد اللي هبطت عايد في الشارع سيبوه يا ليتني ما هبطت واحد من الناس سيبوه كيفاش راهو نحن زواولا راهو هو اللي قدنا من بعد اخويا ضرب ضربته الكبيره جانا نهار جمعه ويامات على رمضان وهز الملمه واللي ثم وهز كل شيء ومشى انا شنو نعمل انا ولا غيري انا واحد من الناس راهو فما اللي اكثر مني انا نسمع حكايه فارغه السيد من غادي هذا حاج حامد السر ما نجمش نقوله اما حطيت اللي عندي الكل من العظم ومن عند العباد العباد كم تفزر العباد اش عطونا شنو عطتنا الحكومه دي ما عطتنا ما عطتنا شيء شنو عملنا فيها انا صغيره وما عطتني شيء انا ما عندي شيء هذوك هم على العظم ما عندي شيء نمشي نخدم الزبلة نمشي نخدم